إعادة بناء البنية الأساسية. ثلاثة، دفع عملية الإنتاج. في عندك إنتاج بتدفعه شغال، تمام. أربعة، جلب مزيد من الاستثمار. أنا بالكم مش قادر أوطي قوي عشان ظهري. حلو، جهتني يا أخويا الشبر والبشاوري. هوط ازاي في الخمسة؟ هو في خمسة. ان شاء الله اجيب. بقوله بقى المسؤولين عن القناة لو ظهري وجعني يصرفوا لي بدل ظهر والنبي، بدل ظهر والنبي عشان خاطر، عشان الحالة تعبان. خمسة، إقامة مجتمعات عمرانية جديدة. هنا في فرق، يبقى أنا عندي عشان اواجه حروب الجيل الخامس بعمل الاتي: واحد، اعادة هيبة الدولة. واعادة هيبة الدولة دي لها عمليات، كل نقطة من النقاط دي هتتشرح، زي ما كل نقطة من نقاط حروب الجيل الخامس هتتشرح، تمام. هنا بقى بيه نكتب الاول اول نقطه من اللي قالها عز عشان نسيها والنبي. ايه يا اخويا القلم وقع، هجيبه ازاي؟ مش هعرف اوطي. حد يا جماعه يجي يجيبهولي. ما فيش، عادي عادي، خش في الكادر، اي حد خش في الكادر، ما فيش فيها مشكله. يلا، احنا يعني غرب ولا الناس غرب؟ خش في الكادر، هات القلم ده. اشكرك يا سعاده الرئيس. عندنا هنا حاجة مدمرة. نمرة واحد، أول حاجة يا عز من اللي قال بسرعة، حتى أنت يا عز ما أنتش معاك البتاع. يا لهوتي، قول يا عز.